السلام عليكم. اليوم حسوي سلطة تركية جدا بسيطة، متكونة من البرغل والخضروات. حشوفكم المقادير، تابعوني. كوبين برغل، خس، بصل، بقدونس، طماطة، فلفل أحمر، فلفل أخضر، نعناع يابس إذا ما متوفر الفريش، سماق، معجون طماطة، ومعجون فلفل أحمر. وهنا أنا عندي دبس الرمان والملح، فلفل أسود وزيت الزيتون. حبلش أول شي بالبصل، أقلي بشوية زيت وشوية معجون، يعني خلينا نقول نص ملعقة معجون طماطة ومعجون الفلفل. هنا أنا قليت البصل وراح أضيف شوية معجون، هلقيت تقريبا يعني ربع ملعقة معجون طماطه ومعجون الفلفل، شويه من يتقلى ينطي طعم. بعد ما شويه اقلبه بالزيت حضيفه على البرغل وابدي اخلط المواد مع بعض. هنا أنا الليمونة، عصير ليمونة واحدة وبصلة خضراء واحدة، راح أبدي أخلط المواد. راح أضيف ملعقة، تقريبا ملعقة أكل فلفل، وأخلطهم مع البرغل. أول شيء بعدين حأضيف عصير الليمون ومعجون الطماطم. معجون الطماطم ما حخلي هو، حخلي تقريبا نص ملعقة أكل، نص ملعقة أكل. والإضافات طبعا حتكون حسب الرغبة، يعني الفلفل الأسود طبعا، والحرورة همينة، يعني إذا تريدون تصير يعني حار ضيفوا فلفل حار يعني وياه، ودبس الرمان وزيت الزيتون حسب الرغبة. أنا أحب تكون الخضروات اللي هي الخس والبقدونس أكثر شيء. بي هنا أنا خلطت معجون الطماطة، خليت ملعقة، ومعجون الفلفل، صار لون البرغل بهذا الشكل. هنا أنا ضفت السماق والنعناع اليابس وراح أخلطهم مع بعض. وهاي دبس الرمان، طبعا دبس الرمان والسماق والملح والفلفل حسب رغبتكم، انتو شقد تحبوا يكون حامض وحار. زيت الزيتون قد ما تقدرون كثر زيت الزيتون، أطيب شيء زيت الزيتون بالبرغل ويا الخضرة، يعني ينطي يعني طعم حلو وهو مفيد مو مضر. راح أضيف باقي المكونات، ونخلط. هذا شكلها النهائي،
صح من التقديم. صحتين وعافية.